يرون للذين آمنوا. ما بتعرف بيت ولا استوديو من شدة ما الإحساس مرتاح، والناس بتشوفنا مع ضيوفنا رابعين الكلفة وبيننا سماح، ودي لما تغير سودانية استوديو فايف متوفر فيها صبنية استوديو فايف، بندردش ونحكي عن أحوالنا والراي في قلبي عفوية يطير الروح. جينا عليكم في بالنا كلام لكم وغيركم، إن شاء الله نكون السادة المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم ومرحب في حلقة جديدة من استوديو فايف. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. حلقتنا الليلة إن شاء الله عن الموسيقى، وضيفنا هو فرقة قديمة قدمت العديد والكثير وأسهمت في مسيرة الفن والموسيقى في هذا البلد، هي فرقة السمندل، والتي تأسست في العام 1986 واهتمت بتقديم الموسيقى البحتة والغنائية والتراث. قدمت العديد من العروض خارج دولة السودان في دول عديدة ومختلفة مثل مصر ودولة الإمارات العربية وقطر واليمن وليبيا وغيرها الكثير من الدول. دعونا نتعرف على هذه الفرقة من خلال ضيوفنا الليلة، وأول ضيف لهذه الأمسية نتعرف عليه من التقرير الجاي. البروفيسور الموسيقار الفاتح حسين أحمد من مواليد مدينة واد مدني، أستاذ بكلية الموسيقى والدراما جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، تلقى دراسات عليا بأكاديمية روسيا للموسيقى بجمهورية روسيا الاتحادية مبعوثا من كلية الموسيقى والدراما، وحاز على الماجستير من أكاديمية روسيا الموسيقية عام 1995، نال درجة الدكتوراه من أكاديمية روسيا الموسيقية عام 1997، مؤسس وعضو أوركسترا السمندل الموسيقية، والتي اهتمت بتقديم الموسيقى البحتة والغنائية والتراث. قدم العديد من الندوات والحفلات الموسيقية داخل وخارج السودان في كل من موسكو، مصر، ألمانيا، لبنان، كوريا الشمالية، لندن، فرنسا، الصين، جنوب إفريقيا والهند. هو أول موسيقي سوداني يكرم في دار الأوبرا العربية. تحية لضيفنا البروف الفاتح حسين، كل سنة وانت طيب ورمضان كريم. كل عام وانتم بخير. المايك. تحية لكل المشاهدين وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم. انت الليلة ضيف عزيز علينا، وان شاء الله نكون يعني عند حسن الظن ونقدر نستفيد من هذه الليلة بوجودك معنا وثقافتك السرة إن شاء الله بإذن الله. وأتمنى من المشاهدين برضو يستمتعوا معنا مع الموسيقى اللي حنقدمها إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا الليلة برضو يا جماعة حابين ننوه إنه في ضيافتنا أيضا فرقة السودان الموسيقية، وهي فرقة تحزو نهج السمندل وتهتم بالموسيقى البحتة. نتمنى أن تتوفق فيما تقدمه، ونشوفه كده في المستقبل تمسح لنا السمندل مرة واحدة. إن شاء الله. والله يا أنا بعتبر هي ثمرة من ثمرات السمندل يعني، وأفتكر فرقة بتضم يعني أميز العازفين وأميز الموسيقيين المهرة الموجودين الآن في الساحة الفنية يعني. تحية لفرقة السودان. نمشي لضيفنا الثاني نتعرف عليه من التقرير الجاي إن شاء الله. الدكتور جراهام عبد القادر من مواليد سلارة بجنوب كردفان، درس الموسيقى بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، نال بكلاريوس الترجمة من جامعة أم درمان الأهلية، نال درجتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات الإفريقية الآسيوية من جامعة الخرطوم،
درس الفنون والدراسات الإنسانية بكلية الدراسات العليا في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كما درس السياحة في جامعة أديس أبابا كلية الدراسات العليا، ودرس في المعهد العالي للفنون بقبرص. هو مؤسس وعضو أوركسترا السمندل ومؤسس فرقة الآلات الشعبية القومية. تحية كبيرة لدكتور جراهام، منورنا يا دكتور. بارك الله فيك. الله يخليك. الله يسلمك. رمضان كريم وكل سنة وانت طيب. رمضان كريم لكل المتابعين ولكل الأمة الإسلامية، وإن شاء الله في كل عام السودان بخير إن شاء الله. الليلة حنتونس عن تجربتك مع السمندل، إن شاء الله نقدر نستفيد من وجودك معنا الليلة إن شاء الله. إن شاء الله أنت أكيد نحن حنستفيد يعني، بس بنتمنى إنه المشاهدين برضو كمان يعني يأخذوا حصتهم من هذه الحلقة، لأنه نحن بنفتقر للموسيقى البحتة أو الاهتمام بالموسيقى البحتة. سعيدين جدا إنه نكون في هذا المساء مع الجمهور الكريم الحاضر الآن والخارج الاستوديو أيضا، وأتمنى إنه نقضي يعني مساء وليلة سعيدة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. نتعرف على الضيف الثالث لهذه الأمسية. الموسيقار الدكتور الماحي سليمان العوض من مواليد مدينة أم درمان، درس دبلوم المعهد العالي للموسيقى والمسرح عام 1974 وكانت أول دفعة. حصل على ماجستير الفنون تخصص عود من أكاديمية الفنون بالقاهرة، كما حصل على الدكتوراه في الموسيقى من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. هو رئيس شعبة الموسيقى الشرقية في الفترة من عام 1982 وحتى عام 2002. عمل كمدير لإدارة الموسيقى بوزارة الثقافة والإعلام، الهيئة القومية للثقافة والفنون سابقاً. كان عضو اللجنة التنفيذية وممثل السودان في المجمع العربي للموسيقى بجامعة الدول العربية. الموسيقى الآلية، والموسيقى الآلية يمكن بتشكل عندنا غياب كبير يعني. أيوة. ما عدا القليل بعض يعني الاجتهادات الفردية. أيوة. يمكن كتر خيرهم ناس السمندل اللي نحن نحتفي بهم، فعلا واحدة من الفرق الواعدة كانت، ولكن توقفت فيما بعد. نتمنى إنه حلقتكم دي تكون فاتحة خير إن شاء الله للموسيقى الآلية، وإنه تجد مكانة طبيعية. حلقتنا دي نافذة من خلال أنت بتطل، وإنت اللي حتوجه الرسالة إن شاء الله، والدور دورك يعني إن شاء الله. الله يخليك. الله يخليك يا دكتور. وضيفنا الأخير لهذه الأمسية، الفنان عمار محمد علي مصطفى الشهير بعمار فرنسا. ولد بقرية عدار بالجزيرة الخضراء، انتقل إلى مدينة طابة الشيخ عبد المحمود حيث واصل دراسته الثانوية هناك. نال بكالوريوس اللغة الفرنسية في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ثم بكالوريوس تقنية المعلومات من جامعة جوبا، بالإضافة لماجستير إدارة الأعمال من جامعة العلوم الطبية. يعمل حاليا منسقا للبيع المباشر بشركة زين. مرحبا بك يا عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية وتقدير للجمع الكريم، وأنا سعيد جدا بوجودي وسط الدكاترة الكبار، وشكرا لك أستاذ طه على الفرصة الجميلة دي، وإن شاء الله نكون خفيفين الظل ونقدم حاجة ترضي إن شاء الله. سيرتك الذاتية مليانة ملي شديد.
والله ما عنده اي علاقه بالموسيقى. طيبه بالموسيقى فعلا. لا حنتكلم فيه بعد شوي ان شاء الله. مرحب بضيوفنا، تحيه للاستاذ عمار. ان شاء الله نقضي امسيه جميله مع بعض. تفضلوا، البيت بيتكم، اخذوا راحتكم. تفضلوا. انا عمار حخليك هنا معي، ما حتمشي. هاي استناني انا جاي. حنفتتح ان شاء الله باغنيه، وبما انه دكتور الماحي معانا الليله حنقوم نفتتح الحلقه باحد من الحانه المميزه. قول النصيحه. كلمني مالك بالهجر وألمني، قول يا حبيب. كلمني مالك بالهجر وألمني، قول يا حبيب. We'll be right back.
ورسالي جاك بدون هيا بدون هيا قال لك حرام تنسى الورى تنسى الورى ورسالي جاك بدون هيا بدون بالقليل رسل سلام لو بالقليل رسل سلام بيت خصامة والله حرام حرام يا حبيب قول النصيحة اللي من ما كلمني ما لا قبل الهجر وقلني قول يا حبيبي قول النصيحة كلمني
جزيلا. هلالي تحية رمضانية خالصة لك يا دكتور، كل سنة وانت طيب، وإن شاء الله أنت والأسرة الكريمة بألف خير. نطلع فاصل ونواصل حلقتنا لهذه الأمسية. مرحب بكل اللي بيتابعونا عبر قناة النيل الأزرق. رمضان كريم ولسه متواصلين في سهرتنا لهذه الأمسية، وحابين ننوه إنه سهرتنا هي أسبوعية من الاثنين إلى الخميس وعلى الهواء مباشرة ومن داخل صالة سبارك سيتي. ضيوفنا الكرام مرحب بكم منورين الليلة، ونبدأ حلقتنا بسؤال البروف بروفيسور الفاتح حسين السمندل. الفكرة النشأة، كلمنا عن الموضوع ده. طبعا الكلام عن السمندل هو حيطول، لكن انا بحاول يعني اوجس الحديث. مؤكد اي مشروع تسبقه فكره، وفي مشاريع نجحت وفي مشاريع فشلت، لكن بفتكر زي فكره السمندل كانت ناجحه 100%. والفكره اساسا يعني يمكن ساعد في ان هي تتحقق على ارض الواقع، انه احنا كنا كلنا طلاب في المعهد العالي للموسيقى والمسرح، الان هو كليه الموسيقى والدراما. وجاتنا فكرة في تكوين فرقة موسيقية، حقيقة بدت هي بثلاثة أفراد، اللي هو كنت أنا ومعي اثنين كمانجات من الأصدقاء المقربين، أحمد عثمان التجاني الملقب بباص وميرغن الزين، الآن هم في الغربة أو في أمريكا يعني. فكوننا فرقة صغيرة اسمها التيريو. يمكن متابعة الناس لنا في الجامعات وفي المعاهد اللي كنا نشتغل فيها، واحنا كنا ثلاثة انفار، هم اللي ادونا الفكرة بتاعت انه انتوا ليه ثلاثة ما تكونوا الفرقة تخلوها كبيرة. والحمد لله يمكن في سنة 86 المشروع اكتمل، وكلنا بقينا يعني من خريجين او اساتذة او طلاب في المعهد. ويعني حقيقة يعني مرينا بظروف كانت صعبة جدا جدا، في انه انت لما تلم فرقة موسيقية وتقعد تعمل بروفات وتعمل موسيقى بحتة، وانتقادات كان كثيرة جدا جدا في انه الموسيقى البحتة يعني ما عندها مستمع لها، او احنا حقيقة كسرنا الحاجز تماما، واصبحت فرقة السمندل يعني كل المسارح في الخرطوم كان بيتملي بالجمهور لموسيقى بحتة، يعني اكبر القاعات كان في الخرطوم في وقتها. بالاضافة بعد ذلك لرحلة كانت لدول الخليج كانت كبيرة جدا جدا لمدة 4 شهور، دي انا بحيي فيها الاخ صلاح بالريش اللي هو كان مسؤول من هذه الجولة الفنية في دولة الامارات. فرجعنا من دولة الامارات يعني وقتها ما كان في اتصالات زي هسه، يعني ما في تلفونات، ما في موبايلات، ما في انترنت، ما في كلام زي ده. فلما رجعنا لقينا في يعني راو كبير جدا جدا للفرقه في السودان، يعني بحكم الحفلات اللي عملناها وقدمناها من هناك. ومن هنا انطلقت السمندل بشكل جاد واستمرت، لكن هنا الظروف دائما يعني بتحيل دائما في توقف المشاريع. دائما المجموعات سواء كانت غنائيه او موسيقيه او بمختلف انواعها بتلقى صعوبه في المواصله. يعني تمت هجره افتكر. أيوة. وهجره هي ما كان مقصوده بايقاف السمندل، لكن يعني انا واحد من الناس، اول زول سافرت في الطروسه للدراسات العليا بحسن من كليه الموسيقى والدراما، والسمندل سنه 91 برضو يعني. انت اول زول سافر في الفيلم؟ انا اول زول سافر. يعني انت سبب المشاكل دي؟ لا ما سبب المشاكل. كان ممكن هم يستمروا. ننتقل لدكتور جراهام. نستاذنك استاذ دكتور جراهام، معروف انه لديك اسهامات فعاله في مسيره السمندل. اول المقطوعات او اشهر المقطوعات اللي انت قدمتها للسمندل وكان لها تاثير في مسيره هذه الفرقه. اولا انتهز هذه الفرصه لاحيي كل الزملاء في السمندل، يعني اللي الان بعضهم في الولايات المتحده وبعضهم في اوروبا وبعضهم هنا وهناك يعني. وثمانينات القرن الماضي بكل تاكيد يعني كان عنده تحول كبير جدا في تفكير الناس وفي رؤيتهم. وكنا طلاب وبعض اخواننا كانوا خريجين وقد بدا المشروع، وأساتذتنا كانوا برضو يعني عندهم الحيوية وكانوا يبثوا فينا الفكرة بتاعت السودانوية الموسيقى السودانية، وكيف احنا نخليه يكون عنده قوة تأثير في محيطه. يعني ولينا سعيدين جدا انه بروف الماحي يكون معانا يعني.
الفرقة يعني بكل تأكيد واحدة من أبرز النقاط إنها استطاعت إنها تجمع أطراف السودان إيقاعا ولحنا وكذا، ويمكن تكوينها نفسها كان بيجمع عدد كبير جدا من المفكرين. يعني القصة ما كانت مجرد عازفين متمكنين، لكن برضهم كانوا يعني جو تشربوا من أساتذتهم بأفكار وكذا، بالتالي كانوا مفكرين. يعني كنا قاعدين كل مرة نقول إنه الموسيقى الذي يفكر أو الموسيقى التي تفكر. فواحدة من المقطوعات اللي جبناها من جبال النوى كانت إيقاع الكرم، والإيقاع يعني كانت غريبة وكانت متشابكة وكذا وفيها صعوبة في الأداء. أيوة. لكن سمندل بقدرات العازفين فيها وتنورهم وكذا استطاعوا إنه يقدموا عمل فيما بعد أصبح شعار لكثير جدا من الأعمال، وكذا الأعمال اللي جات من شرق السودان ومن جنوب السودان ومن الغرب ومن الشمال، والتنوع الإيقاعي ده خلى الناس يلتفوا. أيوة. حول السمندل. يعني عشان كده كل مرة قاعدين نقول إنه إدارة التنوع الثقافي واحدة من منجزات وبدايات السمندل. أنا ممكن أقول إنه تميز السمندل كان بتميز المفكرين ومن كانوا يقومون بإدارة هذه الفرقة. يعني تستطيع أن تقول ذلك، لكن من خلفهم أيضا أساتذتهم. يعني نحن يعني ما قفزنا القفزة اللي اسمه ده من دون ما تكون في دفعة قوية. يعني ثمانينات القرن الماضي كان الشعراء لهم أثرهم، التشكيليين لهم أثرهم، العقل الجماعي كان له أثره، وبالتالي يعني كل ما استمع للناس حتى أخواننا اللي كان عندهم مفاهيم التشكيلية عبثية، الموسيقيين اللي كانوا بيرنوا إلى الموسيقى الغربية أكثر من اللازم، جميعا التفوا حول فكرة سودانوية الموسيقى دي. عشان كده الصوفيين كانوا بيقول لنا إشارات أوضعها الله في قلب كل طيب وطيبة، ومن استمع إليها بحق تحقق، ومن استمع إليها بهوى تزندق. فعشان كده الموسيقى في كل شيء، وبالتالي كان له أثر والتف حول الناس. أيوة. في السمندل. تحية لك يا دكتور. دكتور الماحي، ليه نحن ما عندنا أوركسترا؟ ليه ما موجود في السودان أوركسترا ضخمة زينا وزي بقية الدول الثانية يعني؟ شكرا جزيلا. الحقيقة الإجابة على سؤالك ده داير لها وقت طويل خلاص. لأنه كون تكون في حلقة عن الموسيقى الآلية في السودان، أول حاجة نسأل نفسنا، هل نحن مجتمعنا يفضل الموسيقى الآلية أم الموسيقى الغنائية؟ نحن كشرقيين وكأفارقة نفضل الغناء أكثر من الموسيقى البحتة، من الموسيقى الآلية. أيوة. لأنه طبيعة التكوين، طبيعة البيئة اللي عشت فيها كلها، حتى الشرقيين بالمناسبة، يعني كثير جدا الموسيقيين في مصر فشلوا في أنهم يعملوا فرق موسيقية آلية فقط. يعني إذا ما معهم مغنين وكذا الفرقة ما بتستمر. يعني نفس الشيء حصل لهم هناك حصل لنا نحن عندنا هنا. فنحن بنقول حقيقة السمندل كتر خيرهم في فترة من الفترات، وانطلاقا من الكلية أو المعهد زمان علمونا يعني إنه في حاجة اسمها الدويتو والتريو والكوارتيت والتشامبر ميوزيك وكذا يعني. فهذه كانت المحاولات بتاعت الخريجين الأوائل الشطار. أيوة. فاتح حسين وناس مرغاني زين. ليش هذا يا دكتور؟ دي كويسة مش كده بروف. وبالتالي يعني كانت فعلا كان في أوركسترا المعهد أو الكلية، وهي وحت لنا إنه ليه نحن ما عندنا حاجات زي دي وهكذا يعني. وكتر خير ناس السمندل كانت من الفرق الرائدة. أجل. الأكاديمية، يعني ما فرقة أهلية أو شعبية، يعني هي فرقة جابوا العلوم درسوها وطبقوها. بالضبط. بمعنى إنه البحث عن الحداثة أو التطور اللي نحن عايزين نعمله في الموسيقى السودانية، والتطور ده بالمناسبة في كلام كثير عنه، إنه حتى في أوروبا في المرحلة الرومانتيكية لما بدأت اطرح سؤال كيف نطور
الموسيقى في العصر الرومانتيكي؟ الإجابة كانت اليوم الاستناد إلى الموروث. ليه؟ لأنه عشان أنت تدي موسيقى سيمفونية، كونشيرتو، سوناتا، سيرنادا إلى آخره، يعني الموسيقى بأنواعها، لازم تكون عندها خلفية في ذهن المتلقي. أيوة. يعني أو بيسموها المعرفة القبلية. أيوة. في وزن المتلقي. عشان كده لجأوا لتناول التراث. فلما ألفوا المعزوفات الكبيرة الموسيقية الكبيرة المتلقي وقدموها له، ما وجد فيها غرابة، كانت قريبة من وجدانه. انتشر بالضبط كده دي نفس النهج اللي انتهجته. تكلمت على جانب الفكري البروف ودكتور جراهام، تكلم على جانب الفكري للسمندل. أيوة. إنهم انطلقوا فعلا من هذه الفلسفة بالضبط، وبالتالي كده نجحت الفرقة نجاح كبير جدا جدا. أنا شخصيا عاوز أقول إنه أنا شاهد على نجاح هذه الفرقة، لأنه أنا في نشأتي يعني استرعى انتباهي فرقة موسيقية بتعزف من غير فنان. الحاجة دي كانت بالنسبة لي حاجة جديدة، لأنه ما تعودت على إنه فرقة تكون شغالة ومن غير زول بيغني قدامه. طيب ممكن تسمعنا مقطوعة من مقطوعاتكم يا بروف؟ جدا نحضر لكم بمقطوعة. طبعا ممكن برضو الكلام يكون في الاتجاه بتاع التفكير الموسيقي الأخير اللي نحن ننتهجه، وأتمنى أن كل الموسيقيين برضو يعني والملحنين يمشوا فيه، اللي هو زي ما قال أخ الدكتور جرهام السودنة. يعني نحن لابد أن نرجع للموروث، للتراث، نشوف قاعاتنا السودانية، نشوف ألحاننا الشعبية السودانية، لأنه أفتكر الانطلاقة العالمية دائما بيجي من المحلية، والمحلية مش أنا أنك تكون كفنان معروف محليا، لا، المحلية كده عامل مع الموروث بتاعك الموجود. أيوة. والسودان بلد غني جدا جدا باللقاعات، وغني جدا جدا بالألحان الشعبية. السودان قارة حقيقة. كيف؟ وبرضو كبير، بس هقول كلام عن الدكتور الماحي، هو شجعني فانه انا ادخل كلية الموسيقى والدراما. الكلام ده كان سنة تقريبا 77، احنا صغار برضو يعني، وفي الدور المدرسية، وجينا من مدني الثانوية، بتذكر الممثلين لمدرسة مدني الثانوية، وانا وزميلي عثمان النو كنا بنعزف فرقة مدني الثانوية، والاستاذ الماحي جانا ورا الكواليس في مركز شام درمان المسرح الموجود حاليا، وكان بشجعنا بانه يا اولاد كده يعني لازم انت تخشوا تقدموا احد الموسيقى، والحمد لله بقينا زملاء والراجل، واحنا له اكن له كل الاحترام. تحيه لمربي الاجيال الدكتور الماحي سليمان، تحيه كبيره يعني. ربنا يخليك ان شاء الله. يعني مربي الاجيال، فالمقطع الاولى ان شاء الله انا مسميه بايقاع، هي من شرق السودان. في ايقاع هناك مشهور، احنا بنقول له ايقاع مركب او ايقاع بنقول له 5/4، طبعا بلغه اهلنا في منطقه الهدندو والبيجا كل ناس عندهم له نطق، يعني الناس يقول لك توكاج وناس يقول لك توكاج يعني. أيوة. لكن في النهايه الاسم هو واحد يعني. نحن نسمع هذه المقطوعه الاولى ان شاء الله. We'll be right back.
سلام. تحية لك يا بروف، وتحية لفرقة السودان الموسيقية، ما شاء الله. كده الواحد بيكون مطمن انه مستقبل الموسيقى بخير، لانه لسه ما زال هناك دماء حارة تحاول ان يعني تساهم في نشر هذا اللون الموسيقي. بعد المقطوعة الجميلة دي حنطلع فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله. يا سلام عليك يا دكتور. أطلقت روحي من الأشجان ما
كان سجينا أنا ذوبت فؤادي فؤادي لك لحنا وحنينا فرحة من العود فرحة من العود القلب حسرة ثم ضاع الأمس منا وانطى في القلب حسرة من زاد وخمر بسمة منك تشع النور في ظلمات دهري وتعيد الماء وتعيد الماء وتعيد الماء صحراي عمري ثم ضاع الأمس منا وانطى في القلب حسرة ثم ضاع الأمس منا وانطى في القلب حسرة لك يا عمار. تحية لك، أنت بتبدع في أغنية الرائعة الراحل المقيم سيد خليفة والأستاذ الراحل الرائع المقيم إدريس جماع. نحن ما زلنا متواصلين ورجعنا بأغنية عشان شوية كده نحلي القعدة. موفق، أدينا رأيك عليك الله في هذا الصوت. عمار ده بالنسبة من بدري اتكلمت معاه وشجعته قبلك شريحة، لكن
لكن ماجستير صوتي 2010 ايوه لكن وين ما سامعك برا ما هو تشغل بالحياه الاكاديميه اكثر يا ريت برضو تهتم بالدراسه يعني ان شاء الله درهم زي ما تكلمنا انت عندك اسهامات كبيره جدا جدا في مسيره فرقه السمندل ايقاع الكرن انت اشتغلت عليه عديد من المقطوعات طيب نحن كيف نقدر نعبر عن تراثنا ونقدر نصدره للخارج عشان يكون تراثنا مادة معلبة يستقبلها المستهلك زي ما بقوله بلغة التجارة لازم نشتغل عليها عشان تكون بضاعة عالية الجودة المطلوب شنو عشان نصدر تراثنا للخارج طيب أولا عشان تخاطب الآخر واقتصاديات الثقافة نفسها ما اقتصاد سهل بل هو اقتصاد معقد جدا والصين الآن بتقيف على مقدمة الدول القائمة على اقتصاديات الثقافة ومؤكد أنه في الستينات والسبعينات من القرن الماضي السودان كان يمتد غربا إلى المحيط الأطلسي وشرقا إلى المحيط الهندي مسيطر على الواقع الثقافي في حاز الحزام السوداني وعشان نكون حاضرين في هذا المناخ مع متغير معروف هو متغير الاتصال يعني الآن الجهد اللي بقوم به هو عدد من زملائنا في مجال الفنون الدكتور الفاتح واحد منهم وآخرين الجهد ده بيتطلب إنه يصبح واحدة من خطط الدولة أيوة. في ليس تصدير الثقافة كاقتصاد فقط ولكن أيضا في بناء منظومة للصناعات الصغيرة والصناعات الصغيرة دي من ضمنها صناعات الثقافة يعني إلى مدى ننتج أعمال موسيقية نستطيع تسويقها ومنافس خارجيا أيوة. استوديوهات على مستوى تستقبل هذا العمل فنانين لهم مساحة كافية لإنتاج هذا النوع من العمل استقطاب خبراء في المجال نحن نعرف أنه إدارة التنوع الثقافي في السودان أيضا واحدة من ممسكات الوحدة الوطنية فإحنا نوسع هذه الدائرة بنحتاج أنه كل إيقاعاتنا السودانية اللي بنستمع إليها من خلال أجهزة الإعلام من فترة قديمة يعني كيف نستطيع أن نعيد إنتاجه بحيث نعيد توزيعه عبر الأجهزة الرقمية الحديثة الآن يعني نحن بالموبايل الآن نستطيع أن نسمع أي شيء ويتم تداوله في أسرع وقت أيوة. فدي واحدة من أقوى عوامل الوحدة الوطنية وفي نفس الوقت واحدة من مدرات المال يعني إحنا ما نفكر في البترول فقط البترول البرميل بتاع البترول $50 لكن الشريط اللي بننتجه ده بيجيب كم أنا قبل فترة مشيت سوق درمان أشتري أنتيكة لواحد خواجة أيوة. الخواجة يشتري الأنتيكة $70 أنتيكا حاجة من الأبونوس صغير جدا طيب أحنا بندخل $70 من حاجة صغيرة جدا والبترول $40 البرميل إلى مدى نحن بنستطيع أن نستفيد من هذا التنوع دي رسالة قوية جدا جدا يا دكتور يعني أيوة. التنوع الثقافي في تحويل هذا التنوع الثقافي ده إلى اقتصاد وفي تحويل قدراتنا الفنية وتنوعنا الإيقاعي إلى اقتصاد يعني يعني واحدة من مقطوعاته شهيرة جدا إيقاع الدليب طيب تميزنا ده لأن احنا ما أعيدنا تصديره بصورة إيجابية فأفتكر أنه مطلوب أن نعيد ترتيب هذه القيم الثقافية والمعطيات الفنية دي ونحوله لاقتصاد ونحوله لممسكات وحدة وطنية ونحوله ل يعني بناء شخصية سودانية معتزة بنفسها ونعيد انتشار السودان على الأقل في محيطه شرقا وغربا ان شاء الله ان شاء الله يعني خلاصه كلامنا احنا ممكن نقول ان الموسيقى انتشارها مسؤوليه جماعيه ليست مسؤوليه فرديه وبتحتاج لوقوف الدوله عليها لانه لو اهتمينا بالموضوع ده حيكون استثمار ناجح جدا جدا ممكن ندخل دولارات ثقيله جدا من الغنى طيب احنا ما والله لو عاينوا لنا والله كويسين يا اخي اضيف في الاتجاه ده انه يعني وانا شغال في السياحه يعني واحده من اهم صادراتنا الناعمة هو ده الصادر الناعم يعني صادر انت ما بتشيل جبل البركل وتوديه أيوة. أوروبا لكن الشاهد بيجي السائح بيجي بيشاهده هنا وبيدفع مقابله قروش أيوة.
غالبية السياح اللي بيجوا بيسعوا إنه يشتروا سيديس، بيسعوا إنه يشوفوا فرق بتاعت فنون شعبية، فرق موسيقية في الأمسيات، بيسعوا إنهم يرتادوا مواقع بتقدم فيها عروض فنية، حيدفع مقابل قروش. نحن عندنا مادة دسمة جدا جدا. شركاتنا السياحية الآن وتكون في مجموعة سياحية ماشية للبجراوي مثلا، بقوم بيجيبوا فرقة صغيرة كده، الفرقة دي بتكسب مال كبير جدا. فمتوقع إنه هذا مطلوب منكم جميعا، ومطلوب من مؤسسات الدولة، ومطلوب من المجتمع المحلي، إنه كلنا شركاء في أن نقدم السودان للآخرين بصورة إيجابية ونحقق موارد مالية من ذلك أيضا. إن شاء الله. طيب ننتقل لدكتور الماحي، عشان نحن نقدم موسيقى جيدة وبمواصفات ومقاييس ممكن نقول هي ستاندر يعني عالمية معروفة، لازم نهتم بتنشئة الموسيقي نشأة أكاديمية وتثقيفه وتطويره من ناحية أكاديمية وعملية. لكن نحن بنجي بنلقى بكون عندنا مشكلة، المشكلة حأطرحها على شكل سؤال، مستقبل الموسيقي بعد التخرج من كلية الدراما والموسيقى. والله السؤال ده يطرح، أنا أقول لك منذ أن تخرجنا، يعني نحن تخرجنا أول دفعة في كلية بحث الموسيقى 74-75، أنت الزمن ذاك صغار يا لسه ما تولدنا، ما تولدنا لسه. نمشي وين؟ يودونا وين يعني؟ حقيقة ده كان سؤال مطروح، وظللنا نسعى يا أخواننا يا الوزارة، يعني بعض اللي اشتغل في الفنون الشعبية والناس بشوف فرق، وأكثر الخريجين كانوا عازفين بس بيمشوا يقعدوا في اتحاد الفنانين، وبعدين برضو التربية والتعليم عينت أساتذة في معاهد التربية ورياضة الأطفال وهكذا. ده حديثا ولا ده في زمنكم انتوا لما تخرجتوا؟ ده زمن من تخرجنا، من تخرجتوا نفس الموال بتعين أساتذة في الموسيقى. نحن ككلية برضو بعد ذلك نحن اشتغلنا مثلا في الكلية وجينا أساتذة وسافرنا بحسات وجينا المهم لما عرفنا يلا جينا طرحنا للوزراء والحكومات، الوزراء الثقافة دل من سنة يعني 76-77 لحد 94 حتى لقينا لنا وزير وافق لنا إنشاء الفرقة القومية للموسيقى. شوف الزمن ده كله نحن بالنادي يا أخواننا، نحن عايزين فرقة نستوعب فيها الخريجين عشان الخريجين دل ما يضيعوا مننا. والآن لاحظ بالمناسبة عندنا خريجين في أمريكا وفي هولندا وفي بريطانيا وفي النمسا، اكتسبوا سمعة جيدة جدا يعني دل دي كوادر بالمناسبة، والله كوادر الواحد يأسف إنها هي طلعت من السودان، لأنه مثل هذه الكوادر كان ممكن تكون عندنا فرق سيمفونية فعلاً، فرق كثيرة جدا زي السمندل اللي كانت وتوقفت، وكان ممكن يكون حتى مستوى التنفيذ الموسيقي بينكم انتوا ذاتكم كفنانين. أيوة يا طه. أيوة. كان ممكن يكون مستوى عالي جدا من الأداء، لأنه الموسيقى بقول لك أربع عناصر: علم وفن ولغة وصناعة. أيوة. لما تجي مرحلة الصناعة دي ده معناها استثمار، زي ما تفضل دكتور جرهام ودكتور بروفيسور فاتح، لا بد من أن نستثمر في اقتصاديات الإبداع الموسيقي، يعني دي من الحاجات الممكن حقيقة تشكل لنا مصدر بتاع دخل كبير جدا فعلا. طيب يا دكتور الفاتح، الموسيقي محتاج لمسرح، يعني ممكن يكون أنت ما توفر لي وظيفة في الحكومة، ممكن توفر لي مسارح أنا أقدر من خلال المسارح دي أقدم رسالتي، ويكون في التنافس ويكون في التطوير الموسيقي إذا كان في مسرح. بتتفق معي في الحتة دي؟ أنا أتفق معاك، ومش مسرحه بس، أنا أفتكر حتى المهرجانات الموسيقية اللي إحنا في السودان بنفتقدها تماما، يعني الليلة بنأسف أنه كان عندنا أكبر مهرجان وماشي يكون مهرجان عالمي اللي هو مهرجان خرطوم الدولي للموسيقى، كان بيجينا فرق من برا كبيرة بنحتك بيها، بالفرق دي هم بيحتكوا بينا، بيشتغلوا معانا مزيكتنا الخماسية دي، وبكونوا مبسوطين جدا جدا، وإحنا بنتعلم برضه منهم.
فالمسرح برغم كفاية ولا يعني افتكر الاهتمام الاكبر يكون زي ما ذكر الدكتور الماحي انه احنا كيف الخريجة احنا كيف نعمل له ويحاء نلمه عندنا. حقيقة لفترة انا كنت ادرت الفرقة الغمية الموسيقى يعني ما دار اشكر نفسي لكن افتكر في فترة اللي كنت فيها الفرقة دي يعني الفرقة انتشرت وبقت قوية جدا جدا لأنه لقت زور قادة الفرقة توقفت الفرقة يعني أيوة. ودي مشكلتنا دائما احنا المشاكل مرات بتكون في قرارات بتجيك من فوق خاصة انت ما تكون تابع لمؤسسة حكومية. طيب اطلع من المشاكل اللي مقطوعة رأيك شنو؟ جدا احسن حاجة لأنه ما حد ينتهي نسمع مقطوعة نسمع مقطوعة صدى الطنبور وبرضو هي ماشية في نفس الاتجاه اللي قلت لك قبيلك اتجاه التعامل مع يعني التنوع الثقافي السوداني. صدى الطنبور طبعا هي على قاعد دريب وانا حاولت بالجيتار ان طبعا الجيتار ده ما على السودانيه على الغربيه وافض احنا بنطوع في الموسيقى السودانيه ايوه فانا حاولت يعني ادي النغمات الخماسيه بتاعت اله الطنبور اللي بتميزنا كل الغنى في منطقه الشمال السوداني يعني زي ما تقول عملنا توطين لاله الجيتار ودنا الجنسيه السودانيه بعد شويه نشلخه نسمع للمقطوعه شكرا لحد ما المقطوعه تجهز يا عمار انا بدي اديك سؤال سريع يا ولي عليه سريع انت راجل اكاديمي بحت ده السؤال القبيل اكاديمي بحت فجاه كده جايين فنان انا متوقع تكون جاي شايل لك شرايح جاي شايل لك واي فاي حاجه كده والله الحاجه دي طبعا يعني من بدايه نشاتنا واحد لقى المديح والطار والنوبة يعني. وكذا وتصوف يعني النشأة تصوف فلقينا انه روحنا قاعد نمدح واكتشفنا روحنا بعد فترة انه يعني اصواتنا جميلة مثلا او ممكن الناس تسمع يعني الموضوع ما كان معدل بعدك ما كان اصلا ما كان مبرمجين انه ابقى فنان وكذا بس لقيت نفسك بتحب الغنى وبتغني وفجاه اكتشفت انت انك انت ممكن يعني والله صوتي ده ممكن الناس تقبله ممكن الناس تقبله بالضبط كده يعني صدفه صدفه ان شاء الله تكون صدفه خير من الف ميعاد ان شاء الله شكرا نستمع للمقطوعه Thank you.
يا جماعة أنا عاوز صفقة تاني للفرقة الموسيقية، فرقة السودان صفقة قوية. تحية للفرقة الموسيقية. أنا ممكن أستعير منك الفرقة دي عدادين؟ سادة المشاهدين نطلع فاصل ونرجع ونواصل المتعة إن شاء الله. ها؟ هذه السهرة برعاية مرة ثانية للفرقة الموسيقية اللي بتبدع، يعني بتبدع وبتمتع فينا الليلة. متواصلين لسه معاكم في سهرتنا استوديو 5 وعلى الهواء مباشرة ومن صالة سبارك سيتي عبر قناة الأزرق. أهلا بكل اللي بيتابعونا من داخل وخارج الصالة ومن داخل وخارج السودان. عاوزين نتكلم
عن الموسيقى البحتة اللي هي ضمن بتاع الليلة، وعايزك تعلق لي في كلمتين سريعات عن المقطوعة الأولى اللي كانت بإيقاع الشريك والمقطوعة الثانية كانت بإيقاع الدلب. أيوة. والله أول حاجة نحن نحترم جدا التجربة بتاعت البروف فاتح حسين، هو رجل ينحت في الصخر ويجب أن يجد التشجيع من كل الجهات المهتمة بالمجال الموسيقي. بعدين الفاتح ماشي في نهج خط بتاع ما يعرف بالأسلوب الفني التفاعلي. أيوة. اللي هو الحداثة التقليدية والحداثة عمل لهم هجين مع بعض، واستخدم كل قدراته الأكاديمية تقريبا، لأنه الهارمونية الكونترابنتية السولو الارتجال التوظيف الإيقاعات، فدي كلها عناصر بتعمل ثراء وحس وأداة درامي للموسيقى. فنحن بنعتقد التجربة إذا كان نظرا للتجارب بتاعة الرواد الأوائل، يعني برعي، محمد رفع الله، بشير عباس، وبالمناسبة بمناسبة بشير عباس إخواننا، أنا أذكر بأنه حيقام له مهرجان تكريم كبير. أيوة. جدا جدا. أيوة. إن شاء الله في الشهور الجاية، ودي دعوة لكل الناس إنها يعني تشارك في هذا المهرجان إن شاء الله. نحن من أول الملبيين للدعوة دي، وعايزين نقول له كفارة وحمد لله على السلامة وإن شاء الله أجل العافية. تحياتنا له. وهو رمضان كريم. واحد هو وبرعي وحسن خواط، ونذكر أخوان محمد الجيش، محمد أيوة محمد إسماعيل بادي. أيوة. وأحمد مرجان يا قرهام تاني، وعبد القادر عبد الرحمن، دل كلهم عندهم تجربة موسيقية في تجربة الموسيقى البحتة. موسيقى آلية كلها. أيوة. أيوة. وبالتالي وفي هسه يعني حاليا مع أخونا البروف الفاتح في حافظ عبد الرحمن. حافظ عبد الرحمن. أيوة. وفي عثمان محي الدين برضو. أيوة. لكن كل واحد عنده خط لونية مختلفة، مختلف عن الخط بتاع البروف. لكن احنا بنشجع انه تكون عندنا مساهمات كبيرة جدا في هذا المجال. نحن يعني نتقدم بالشكر الجزيل لبروف الفاتح بأنه زي ما بقولوا غطى لنا جانب من الجوانب المهمة جدا في الحياة الموسيقية في السودان. شكرا جزيلا. تعليقك دكتور جراهام على كلام الدكتور في انه التجربه الموسيقيه الاليه والكلام اللي يتكلم عنه هسه، ممكن تضيف لنا على شنو؟ وطبعا لا تعليق ولا اضافه على ما تفضل به بحر، لكن اذا في اشاره انه القوات المسلحه السودانيه منذ وقت مبكر جدا استطاعت انها تجمع نسار كل الاغاني الشعبيه وتحويلها إلى موسيقى، ودي واحدة من القضايا المهمة جدا إنه من خلال الموسيقى استطعنا أن نكون هوية سودانية من خلال قوة نظامية، استطعت إنها تخلق وحدة سودانية، وده دور مهم لابد أن نسجيه للقوات المسلحة السودانية، للعقيد معاش المرحوم أحمد مرجان، ولكل الذين توالوا بعد ذلك فيما يعرف الآن، يعني بدأ بقوة دفاع السودان والآن السلاح الموسيقى، برضو الشرطة أقل لهم إسهام كبير جدا، وبرضو إحنا لا نستطيع أن نتجاوز الهدايين والغنايين وعازفي الأمكوكي والنقارة والباسينكوف والكسر وأبنجرانج والكونجانج وكل الأسماء المعروفة في السودان بين البوازة، إنه هؤلاء موسيقيين يعني لهم دور كبير جدا في إسراء الحياة السودانية، لكن يعني ربما متحد لهم فرصة بتاع التوثيق أعمق. أيوة. ودي الفرصة الآن يعني مع وجود كل الأجهزة إنه بدأ التوثيق في ذلك، وكل الاستثمار الذي يتم الآن، يعني أخونا الفاتح لو ما تفتح على هذا الكنز لما اكتشف ما يقدم الآن، الحافظ لو ما كان في وسط الفرنجبية وإيقاع الفرنجبية ما كان قدم، جراهام لو كان ما جاء من إيقاع الكرن والنقارة ما كان، الدكتور الماحي
لو ما كان في وسط الزخم والسراء الأمدرماني ما كان، وهكذا كل الذين أتوا من بعد. فأنا أعتقد إنه نحن يعني في ظل تنوع وثراء، وكل المطلوب منا إنه ما الذي يجب أن نتركه للأجيال القادمة. يعني الذي نتركه للأجيال القادمة هو أن نقدم لهم كنز بابتكارات، لأنه الإنسان شنو هو؟ الماضي في الحاضر استشرافا للمستقبل. ماضينا ده يجب أن نستفيد منه، حاضرنا يجب أن نضيف إليه استشرافا، أن نترك للآخرين ما يجعلهم أن يقدموا للقادمين شيئا أفضل. يا سلام يا أخي، والله يا أخي كلامك ده فيه رسالة عميقة، وكلام يعني مليان. إن شاء الله إن شاء الله يجد المتلقي والناس كلها تضافر جهودها، ونقدر نطور في هذه الموسيقى. دكتور أنت ما عندك ولا كلمة، ولا كلمة ما حتقولها، بس تعطف لنا مقطوعة تاني كده، بس عرف لنا المقطوعة. إن شاء الله المقطوعة جاية بعنوان أشجان، ودي من المقطوعات برضو يمكن فيها شوية من النمط الغربي في الإيقاعات. يعني حتجهز طوالي جاهز طوالي ولا جاهز. أتونس شوية أنا أتونس لحد ما أنت تبدأ. عمار أنت ليلة ضيف جميل علينا في هذه الحلقة، وبما أنك أنت في صحبة عمالقة في مجال الموسيقى، استفدت شنو؟ طلعت بشنو من جلسة؟ طبعا في حضرة العمالقة ديل تغيب الكلمات صراحة. أنا سعيد جدا، ده غير السعادة، غير ده ما أنا بقوله، فلان بيقوله فلان بيقوله، أنا سعيد وأتشرف عاوزين نعرف استفدت شنو؟ يعني أنت الليلة قاعد معانا طلعت بشنو؟ في رسالة وصلت ثقافة أكيد، في رسالة وصلت أكيد. ولا أنت قاعد رسالة ساعد. قوية جدا في رسالة ولا قاعد زي لا أنت ما قاعد ساعد ولا في رسالة قوية جدا جدا، ودي حصة مجانية يعني على الهواء مباشرة لأي زول بتستهويه الموسيقى وبيفهم في الموسيقى وبيعرف الموسيقى، ديل بحور الموسيقى. وأيضا في برضو رسالة لتوحيد الجهود والاهتمام بالموسيقى أكيد. والثقافة بشكل عام. أيوة أكيد نعم. تضيف لنا شنو كده؟ أنا قاعد أغشش فيك هسه. أكيد هي أكيد طبعا هي بتضيف للثقافة إضافة ثرة، الثقافة الموسيقية السودانية، ونحن إن شاء الله نكون عنده حسن الظن. إن شاء الله نكون إن شاء الله نكون أكيد. نسمع أكيد. نسمع بروف الفاتح. Thank you.
زي ما بقول المعلق الرياضي والله لعلق واصفق، مش بقول كذا يا يا اخي ما شاء الله. يا جماعه نحن وصلنا لختام هذه الحلقه. انا عايز اقول كلام، يعني كلام مني انا بعد ما سمعنا الكلام الحاصل له الموسيقى الجميله دي الواحد انا شويه يعني حسيت بانه في تفاؤل. ما جاكم الاحساس زي يا جماعه انه الموسيقى لسه بخير، وطالما في زي دكتور او البروف الفاتح يعني حيخلق تجديد وحيخلق ابتكار وتطور، واكيد في اجيال استقت منكم الكثير واخذت من يدينكم الكثير. وشخصيا متفائل. كلمه سريعه قبل ما نختم، نبدا بك يا بروف. والله دعونا نتفائل خيرا، لانه الموسيقى الاليه مهمه جدا جدا في الحياة الموسيقية لأي مجتمع من المجتمعات، لأنه هي واحدة من العناصر اللي بتحدث حوار ثقافي ما بين المجتمعات السودانية، ونحن في أمس الحوجة لهذا الحوار الثقافي ليقرب لنا الحياة الثقافية والفنية وكلها. يعني الموسيقى بتساهم عموما يعني كبير في ترابط المجتمعات. نعم. وبتساهم في الوحده. نعم. وممكن نقول انه يعني من خلال كلامك اللي انت قلته يعني الموسيقى ممكن تكون استثمار قوي جدا جدا لاي دوله تمتلك ثقافه وموروث زي دوله السودان. دكتور درهم. نعم. كلهم في فلك يسبحون، كل الكواكب دي لو ما كان في ايقاع منتظم وثابت لاصطدمت مع بعضها البعض وانهارت الحياه. وبالتالي يعني المجتمع السوداني تماسكه وقوته وتميزه في تنوع الثقافي ده، وهذا المجتمع يمكن يكون مميزا لأنه بنبدأ من حيث انتهى الآخرون. نحن الآن بنبدأ في نموذج جديد، نموذج فيه رؤى في الهوية، نظرة عميقة في إنه ما نود أن نكون عليه. وبالتالي من خلال الموسيقى، من خلال الثقافة عموما، من خلال الفنون، من خلال معطياتنا المختلفة ممكن نقدم للعالم شيئا جديدا نوحد به يعني إنسانية الإنسان ونحول الإنسان إلى إنسان إيجابي إن شاء الله. أكيد أكيد. دكتور الفاتح كلمة أخيرة عشان ما أكثر عليك في 30 ثانية. يعني في تلخيص إذا أتمنى وإحنا في اجتهادنا ده أنه الواحد فعلا تتوجد أوركسترا كبيرة في السودان. ده أشياء إحنا الفاقدين وكنا بنحلم به في الفرقة القومية، والفرقة القومية توقفت زي ما ذكرت بأغراض غير صائبة، ولكن في النهاية الناس ما وقفت والناس شغال. وأتمنى أنه يعني يكون في أوركسترا كبيرة في كده حتكون لخدمة البلد، لأنه أقول لك إذا أردت أن تغيث حضارة أمة ما فاستمع إلى موسيقاها. بالضبط دي مقولة قديمة جدا. بالضبط كده. السادة المشاهدين يعني تلمسنا معكم بعض من جوانب هذا العالم الساحر، عالم الموسيقى الآلية. إلى أن نلتقي حنغني أنا وعمار لحن الختام. وقبل ما نختم تحية كبيرة للفرقة الموسيقية، فرقة السودان الموسيقية، تحية. الأغنية مسامحك يا حبيبي سيردوليب عثمان حسين. إلى أن نلتقي نستمع للحن الجاي إن شاء الله. مسامحك يا حبيبي يا حبيبي مهما كسيد عليا قلبك عارف وابيض ابيض عارف قلبك كلك حسني نية في قلبي
شاي